عبر سكايب من حلب بهاء الحلبي الناشط الإعلامي والميداني السوري. بهاء الحلبي، نرحب بك في هذه الحلقة من أضواء على الأحداث. بداية، عن موجات النزوح المستمرة من المناطق التي يسيطر عليها الثوار في حلب، هل هناك أي معلومات عن أعداد وأرقام لمن خرجوا من مناطق الثوار حتى الآن واتجهوا إلى الحدود التركية؟ لو بدأنا بالخبر العاجل والخبر الذي يعتبر من الأخبار المهمة الآن، قصفت الطائرات الحربية عدة أحياء في حلب وارتكبت مجازر مروعة بحق الأهالي. منذ قليل كنا في المناطق التي قصفت وعمل الدفاع المدني لم ينتهي بعد، حيث أكثر الأحياء التي تضررت وأكثر الأحياء التي كانت ضربته موجعة وحي المشهد الذي يقع غرب المدينة. هناك أكثر من 10 شهداء وأيضا هناك عدد كبير من الجرحى، وشاهدنا 4 أبنية مدمرة بشكل كامل. تخيل مدى الدمار الذي حل به المنطقة هناك، وتخيل عدد العالقين تحت الأنقاض. هناك أطفال كنا نسمع أصواتهم وصرخاتهم، وبعد ذلك لم نسمع أي أصوات، ربما فقدوا حياتهم لعدم استطاعة فرق الدفاع المدني من إنقاذهم. أيضا كنا نسمع أصوات صراخ الرجال كانوا تحت الأنقاض. هناك عدد كبير من العالقين تحت الأنقاض، هناك على الأقل عائلتين من بينهم أطفال ونساء وايضا شيوخ. يعني ايضا عمل الدفاع المدني يقوم في الايدي. هل كانت هناك مواقع للثوار قريبه من تلك المباني التي استهدفها قصف النظام؟ أماكن الجيش الحر بعيدة عن ذلك، النظام والطائرات الحربية الروسية لا تستهدف إلا المدنيين، لا تستهدف إلا الأسواق، لا تستهدف إلا عيادات الأطفال، لا تستهدف إلا أماكن يقتطف فيها المدنيين كالمساجد، كالأسواق، كالمنازل السكنية. 4 مباني سكنية، لا يوجد أي مقر عسكري، لا يوجد أي مقر لأي فصيل عسكري، والمنطقة بشكل عام للجيش السوري الحر. فهناك 4 مباني دمرة بشكل كامل، نتحدث عن 4 مباني، كل مبنى أكثر من 10 طوابق أو ربما 7 أو ربما 8 تقريبا. يعني تخيل عدد المنازل التي أصبحت. هل هناك أي هدف تكتيكي للنظام باستهداف منطقة المشهد؟ المعارك تندلع في حي صلاح الدين الذي يقع أيضا بغرب المدينة، ربما لتخفيف الضغط عليه. هو الميليشيات الطائفية من شنت الهجوم، وطبعا الميليشيات الطائفية هي تساند النظام، فسيطر على عدد من النقاط. الثوار استعادوا منهم، والمعارك تدور لاستعادة ما خسره الثوار، ولكن القصف على المدنيين هي من ضعف النظام والميليشيات الطائفية ولاستطاعته من التقدم في تلك الجبهة، والجبهة كما ذكرت في المنطقة الغربية. بالنسبة لنزوح الأهالي وبالنسبة لحالة المأساوية التي وصل إليها أهالي حلب، نتحدث عن عدد كبير من النازحين في ريف حلب الشمالي بعد هجوم داعش على قرى إكدا وحور كلس، حيث احترقت عدد كبير من الخيم، وكان هناك شهداء من المدنيين نتيجة السيارات المفخخة ونتيجة القصف المدفعي الذي يقصفه تنظيم داعش. العالقين بين الحدود السورية التركية هم في أراضي الزراعية، هم تحت رحمة السماء، يناشدون أي شخص يستطيع من مساعدتهم ودخولهم للأراضي. شكرا جزيلا لك الناشط الميداني والإعلامي بهاء الحلبي، كنت معنا عبر سكايب من حلب.